من أجل الحمل هذا هو يسمى عند الفقهاء بالعزل. العزل وشنو هو العزل؟ العزل وهو كل ما تقوم به المرأة من أجل ألا تحمل. يعني العزل هو الآلية أو الآلية التي نستعملها من أجل ألا تحمل المرأة. فكان العزل يكون بطرق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن أصبح بهذه الطريقة اللي أشرت إليها، وهو تناول حبوب منع الحمل، فهو جائز غير بشرط أساس، وهو أن يكون باتفاق الزوجين. لا يمكن لأحد الزوجين أن يفرضه على الآخر، فإذا اتفقا ففي الجواز.